أحبتي الكرام في كل مكان، هذه تحياتي لكم من استاد الملك فهد. نلتقي حيث تقام هذه المباراة وسط حضور مميز وأجواء جميلة. أنا فارس عوض من كابينة التعليق، سأرافقكم طيلة أوقات هذا اللقاء. واليوم نحن على موعد مع مباراة ضمن منافسات دوري المحترفين السعودي. الأجواء تعبر عن نفسها بقوة، وبلا شك ستكون مناسبة كبيرة كما هو متوقع. مع كل مباراة يكون هناك متعة جديدة، وفي هذه المباراة نأمل بأن نستمتع بلحظات ولمسات فنية مذهلة. ولمعة تشكيلة فريق الهلال في مباراة اليوم، ياسين بونو في حراسة المرمى، كوليبالي سيلعب إلى جوار علي البليه في الخط الخلفي، روبن نيفيز سيبدأ مع سيرجي ميلكونوفيتش في الخط الوسط، وفي الأمام لدينا ميتروفيتش. هذه تشكيلة الفريق الضيف، ونشوف الآن طريقة اللعب اليوم باستخدام أيضا خطة 4-5-1 الهجومية. ينطلق يتقدم في هذه اللحظات، اللعب يتواصل بعد هذا التصدي، ينتهي التهديد على المرمى ويحسم الموقف في هذه اللقطة. تدخل دفاعي قوي وابتكار في هذه الكرة في المناطق الخلفية. سالم الدوسري قد تشكل خطورة لخط الدفاع. حارس المرمى يقوم بالمطلوب، يتصدى لهذه الكرة، يبعد الخطورة. ركنية باتجاه المنطقة. رأسية كانت قوية لكن وجدت حارس المرمى. الله على هذا التصدي. وصلت إلى روبن نيفيز. سالم الدوسري، تدخل حاسم وبلوك في منتهى الروعة. تدخل هنا ويقطع الطريق. هتاف جماهيري يطالب بالتسديد. يا سلام على حارس المرمى، بطل هذه الفرصة، ينقذ الفريق في موقف واحد على واحد. يتميز حارس المرمى، الحارس الكبير من الحارس العادي. الله على هذه الكرة. قرار ممتاز باستمرار اللعب وعدم التوقف للخطأ. خطأ جديد يحتسب الآن بعد مرحلة أفضلية في البداية. يرسلها للمنطقة وبمبدأ الأمان تتشتت الكرة. روبن نيفيز وصلت لسالم الدوسري. تصدي. الله على حارس المرمى المتألق. جري، الحكم يعلن عن دقيقة واحدة كوقت بديل. تنطلق الآن الصافرة معلنة عن نعود لملعب الملك فهد وبداية الشوط الثاني. وهنا تحول في اللقطة. ممكن محاولة مرتدة خاطفة الآن. ضاعت الهجمة المرتدة والآن الكرة بتعود للفريق الآخر. والآن تقدم هجومي وخيارات متعددة. ضغط كبير في هذه اللحظات. يتحرك بالكرة للأمام. تدخل قوي هنا في البوكس. هنا يطالبونه بالتسديد والحارس يتصدى للكرة. الجماهير تقوم بدورها الآن، تدعم اللاعبين على استغلال هذه الفرصة للتقدم في النتيجة.
التقدم في النتيجة من الضربة الركنية. وتبعد العرضية هنا، وصلت إلى روبن نيفز. قد نشاهد فرصة في هذه اللحظات. أوهو، تسديدة قوية، يمتلكها حارس المرمى لكن ما زالت خطيرة. يا الله، متابعة سريعة في المرمى، حارس المرمى لا يلام بعد أن تألق في المرة الأولى. روبن نيفيز تجاوز ممتاز، تسويبة هدف، يا رب هدف آخر يأتي، هدفين الآن، هدف وراء هدف، يبحثون عن التفوق وتأكيد الانتصار. الله على بداية قوية. ربع ساعة على نهاية أحداث اللقاء. ميتروفيتش، بينية خلف الدفاع، الكرة في الشباك، راحت ودخلت واتسع الفارق أكثر وأكثر وأصبحت 3 أهداف. يتقدم باتجاه المرمى، فرصة خطيرة، هدف للجمهور، هدف لتقليص الفارق، العودة ما زالت بعيدة، الفارق كبير في المباراة، يحاولون حتى النهاية لتسجيل وتقليص الفارق أكثر. ممتاز هذا المرور، فرصة خطيرة هنا، الكرة في المرمى، الخطأ ممنوع هنا لأن العقاب سيكون سريعا وقاسيا في هذا التوقيت. يحيى الشهري، جراي، موسونا، الكرة بين أحضان الحارس حتى لم يضطر للتحرك من مكانه. نلعب الآن في الدقيقة الأخيرة من هذه المباراة. صافرة النهاية مشاهدينا.